مراجعة اليوم لميزان كودكس ميني. نبدأ المراجعة بمقارنة الحجم مع ميزان تايمور. زي ما نشوف تقريبا إلى نصف حجم ميزان التايمور. طبعا الميزان من الخلف يحتوي على زر التشغيل الأون والأوف، بالإضافة إلى مدخل شاحن التايب سي. والآن نبدأ نشغل الميزان. زي ما احنا شايفين في زرين، زر الباور وزر التايمر. نبدأ مع وظائف زر الباور. زر الباور للتشغيل أول شيء، ثاني شيء لو ضغطنا مرتين عليه بنغير الوحدات. بالنسبة للزر الثاني اللي هو التايمر أو زر المؤقت، لو نضغط عليه مرتين بيتنقل بين المود الأول والمود الثاني. زي ما نسمع الآن في هذا المقطع يعني أصوات التنبيه، في حال رغبة في كتم الصوت الضغط على زر الباور مع التايمر في نفس الوقت راح يختفي الصوت، وبنفس الطريقة نقدر نرجع الصوت. ونبدأ الآن مع المود الأول اللي هو الـ PR1، اللي هو يسمى مود. هذا المود يتميز لما نضع الكوب يقوم بتصفير الميزان أو الوزن. مع نزول أول قطرة من الاستخلاص يبدأ المؤقت بالعمل. لما يتوقف الاستخلاص يتوقف برضو المؤقت تلقائيا. ننتقل للمود الثاني اللي هو الـ PR2، ضغطتين على زر المؤقت بنحول على الـ PR2 اللي هو يعتبر مود. طبعا مود المانوال اللي هو المقصود بانه نصفر الوزن من زر الباور بشكل يدوي، وحتى المؤقت احنا بنتحكم في بدء المؤقت وإيقافه. طبعا بالنسبة للمود الثاني الـ PR2 في خاصية إضافية غير المانوال تماما، في اللي هو خاصية المؤقت التلقائي. زي ما انتم شايفين نضغط طويل على زر المؤقت تطلع لنا علامة القطرة، بعد كده مع أول قطرة من الاستخلاص يبدأ المؤقت يعد. وفي الأخير إذا كان عندكم أي أسئلة أو استفسارات ياريت تكتبوها في التعليقات.